لكم يا غش ما أنا خايف عليكم. أصلاً إحنا اليوم يلا عرفنا هذا المكان إله علاقة بنجم. أنت شنو ما تريدنا نشتغل؟ في الحلقة القادمة. أي موضوع يتعلق بأصيل يعني يتعلق بيه. صار البينة بد ما صار الدنيا شبيج أروح. أصيل يحب واحدة ثانية وراح يتزوج. المتمرد الليلة 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.